أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد. إن شاء الله هذا الفيديو كتير يفيدكم وكتير يقلل من الحيرة، لأنه أنا كتير احترت بهذا الفيديو صراحة. هذا الفيديو بخص الخيوط اللي رح نشتغل فيها الشنطة. طبعا الشنطة بتاخد العقل، وأنا كتير حبيتها، وغير أني كتير حبيتها لما عملت الجاكيت يعني عن جد من الأشياء، او ما بدي اسمي من الاشياء، بدي احكي من التحف الفنية اللي حسيت حالي اني محظوظة جدا اني عملتها. هلا رح نعمل الشنطة. الشنطة ما بدي اطول عليكم بالحكي، اختصارا هي لها خيوط معينة اسمها خيوط المكرمية. هاي الخيوط تعتبر يعني جامدة هيك ماسكة حالها علشان تعطي شكل للشنطة ثابت، يعني ما ترتخي. القطن، حتى الصوف، اي شيء اشي بعد فترة للأسف بالقطع ما بنقدر ننكر انه هو بتقل جودة العمل شوي، فبيكون مرخي. فالشنطات لهم خيوط معينة. للأسف انا دورت كتير هون ما قدرت احصل النوع اللي انا بدي اياه. المكرمية طلع في منها انواع كتير، وانا بصراحة ولا بعمري جربتهم، يعني عشان اكون صادقة معكم انا بعمري ما جربتهم، وبعمري اصلا عملت مرة واحدة يمكن بحياتي اعتقد شنطة، وعملتها ورشة كمان على الانستغرام، وكانت شنطة بحر، فكانت بسيطة وحلوة ومو كتير يعني مهتمة في نوع الخيط، غير انه يكون طري ومنيح ويكبر معي بالشغل. بس بالنسبة لهاي الشنطة كان كتير كتير عن جد نفسي أعملها بروفيشنال وتكون كأنها جاهزة، لكن للأسف إذا بدي أستنى الخيوط تقريبا رح توصل من تركيا من 10 أيام لشهر. صار لنا أسبوع نحكي على الشنطة، فما بدي أأخر أكتر من هيك الموضوع. حاولت من هون أخذ من صديقات لإلنا بتاجروا بالخيوط، بس للأسف ما توفقت باختياراتي، ف يعني ما حبيتهم كتير. هلا هدول الخيوط انا اوريدي اشتريتهم، بس رح اخبيهم لمشاريع تانية اكيد. يعني هلا كانت كتير في اسئلة، يعني انتو جاوبتوني عليها، اللي هو اهم اشي كان شو نوع الخيوط. انا هدول كل الخيوط اللي قدامكم مفروض انه هدول اللي عندي، رح اشرح واحد واحد فيهم باختصار وانتو شوفوا اللي بناسبكم. اول خيط، لحظة خليني اجيب اسمه لاني انا جبت الورقة طلعته. اوكي، اللي هو هذا اياز، هذا خيط تركي كتير حلو. بس هلا مفروض انه هو كمان مكرمية بوليستر، بعرف فيه كمان هاي المعلومات كلها، اللي مفروض انه من 3 لـ 4. الخيط كتير حلو ومتماسك زي ما انتو شايفينه هيك، لحظة كأنه مش واضح التصوير. اوكي، هيك هو كتير زي ما انتو شايفينه كتير حلو، بجنن متماسك وبيعطي شكل حلو. بس انا اللي ما حبيته فيه انه في هاي الجداديل، يعني هاي الجداديل، لحظة اشيل الخيوط هون عشان ما يطلع. هاي الجداديل انا ما حبيتها، لما عملت اول الغرزة حسيت انه الموضوع كتير معجق وما في شيء، انا مو شايفة غرزة اصلا، فابدا ما حبيته الصراحة، خاصة لهاي الغرزة. الخيط كتير حلو، ممكن نعمل فيه مشاريع تانية، ممكن سجادة، ممكن شنطة بس بغرزة عمود لحالها، اوكي ممكن تطلع بتجنن، بس كغرزة ويكون فيها تشكيل لا مو حلوة ابدا. رح احاول اقرب قدر المستطاع زي ما انتو شايفين، ما حبيته صراحة فما رح اعمل فيه. هذا اشتريت منه يمكن شي 7 بكرات، بس رح اخبيهم هلا لمشروع اكيد رح يجي. وهذا هو نوعه، اذا بدكم كمان انه تدوروا عليه اكتر اكيد رح تلاقوه على الانترنت.
النوع الثاني اللي هو كمان مفروض انه مكرمية، هو مكرمية وكتير حلو، بس كمان ما بنفع ابدا لمشروعنا. الخيط بده سنارة كتير كبيرة. ليش ما عم بيجي واضح؟ اوكي، الخيط بده سنارة كتير كبيرة، الشنطة كتير حتطلع كبيرة، مش مشدودة، بطلع خيطان هيك اذا استخدمته مع سنارة صغيرة. افرجيكم كيف هيك، يعني ما حبيته، ما حبيته ابدا صراحة. ما بعرف، ممكن اعمل فيه كمان سجادة، ما بعرف ليش اليوم انا على السجادة كتير. كمان اخذت منه اكتر من بكرة، بس للأسف ما توفقت فيه. هذا هو، حتلاقوه كمان قطن وفايبر 20%، بس انا ما حبيته كتير بصراحة، فما رح اعمل فيه. اشتريت منه كمان بكرات، بس رح اخبيهم لمشروع تاني، اكيد رح يزبط المشروع. نيجي للخيط التاني، هذا الشوجر كريم، ما عندي الليبل تبعه، بس اول ما تحطه شوجر كريم اكيد اكيد رح تلاقوه. الخيط تقريبا حلو، بيعطي شكل الغرزة. رح اجيب لكم دقيقة. انا كنت عاملة فيه التجربة الاولى لما عملت الجاكيت، هذا هو، اعطى صراحة الشكل كتير حلو، انا كتير حبيته وقتيها. حتى شوفوا اللون بجنن. اوكي، هو طري ومو متماسك كتير، بس بيعطي شكل، بيعطي شكل الغرزة، يعني بيعطي حقها، فهذا اللي حبيته. بس هو رح يكون طري مع الشنطة، لكن إذا ما كان متوفر عندكم هذا خيار حلو إنه نعمل فيه الشنطة. غير إنه خيار حلو، فينا بعد ما نعمل الشنطة نبطنها من جوا، فممكن يعني توقف أكتر. ما رح اقدر اجزم الموضوع، لكن انا بحكي لكم الخيارات المتوفرة وان شاء الله يعجبكم. شوجر كريم من الخيوط اللي ممكن ينعمل فيها. الخيط الرابع اللي هو عندي كان باقي منه فانا جربته، الخيط الباقي اللي هو هملاي هوم كوتون. صراحة هذا الخيط كتير سيء بالنسبة لإلي، يمكن بالنسبة لناس كتير هذا الخيط كتير حلو، بس انا بالنسبة لإلي الخيط اللي بضل يطلع وبر اذا انفك او صار شيء او غلط ويقعد يطلع لي وبر وهيك، هذا بالنسبة لإلي بيأذيني كتير، لانه انا اصلا صاحبة جيوب انفية، فما رح يزبط معاي الموضوع ابدا. ما حبيته، ما حبيته ابدا، بيوبر. هذا الشعر، انا الظاهر بقرب كتير فبصير مش واضحة. اوكي، شوفوا هذا الشعر، انا هذا الشعر بيعمل لي مشكلة، فما حبيته. بس ممكن كمان يكون خيار مهضوم للي بدها تجرب، لانه بطلع شكل الغرزة. اوكي، هاد هملاي هوم كوتون، ممكن تجربه للي بحب. خلصنا هذا الخيط اللي هو، لحظة عند الليبل تبعه دقيقة. اللي هو عملت فيه الجاكيت، يعني انا لما عملت الجاكيت اول مرة اللي هو البلوفر عملته بأليزا كوتون جولد بلس. هذا الخيط كتير حلو وبجنن، ما بيوبر، وهذا اهم شيء دائما دائما عندي، بيعطي شكل حلو. حتلاقوا الصور كلها على الانستغرام لما تصورت بالجاكيت، عن جد كتير حلو، ما بيحسس، ما بيوبر، يعني يعتبر الخيار الحلو للشنطة التجريبية اللي انا بدي اعملها. ما رح يطلع ماسك، اكيد ما رح يطلع ماسك، بس يعني ما حسيته انه حيكون كتير جامد، لكن انا حصغر في السنارة واعتقد انه رح يزبط الحال.
يعني ممكن انا استخدمه او استخدم شوجر كريم. هدول الاثنين اللي انا حسيت انهم اكثر شيء كتجربة اولى، بس مش لشنتي بروفيشنال. الشنطة البروفيشنال بس بخيوط المكرمية، الخيوط المكرمية اللي متوفرة عنده يتمتع كتير بهاي الورشة. اللي ما عنده وحابب بس يعملها كغرزة او كشنطة بس انه مش بروفيشنال كتير ويبطنها من جوا، كتير رح تعجبه. واخر خيار اللي هو اليزا جولد كوتون كمان، اللي هو معروف عند الكل وكل بعرفه، كتير حلو وراح يطلع شكل الغرزة. لكن شو الخيط كتير رفيع، يعني اللي حتعمل فيه صراحة حتتعب، واعتقد انه الشنطة راح تطلع كتير صغيرة، فما بعرف، ما حسيت انه مناسب كتير. وطبعا على السمك ما راح يزبط لانه خفيف، طبعا اكيد كلكم جربتوه. هدول كل الخيوط اللي قدرت اجمعهم، اللي قدرت احاول اني اشتريهم ويزبط الموضوع، لكن للاسف ما زبط معاي. رح اشرح الشنطة اعتقد بخيوط اليزا بلس، لانه هي الوحيدة اللي حسيتها حبيتها يعني، فاعتقد اني انا رح استخدم هذا. ان شاء الله اقدر اشرحها بوقت كتير قريب واصور الورشة وتستمتعوا معاي، وان شاء الله اكون فتكم بنوع الخيوط. هلا بالنسبة لكم بدكم تجيبوا، اعتقد انه 400 جرام يعني يكون وزن البكرة 100 جرام، 100 جرام 400 جرام بدنا بنحتاج بهاي الشنط. يعني بدكم تجيبوا 4 بكرات 5 بكرات كحد اقصى، اعتقد انها راح تكفي. انا ما عملت الشنطة، راح اجربها معكم. فانا اللي عندي هلا تقريبا 1 2 3، وهذا الرابع، وهدول كانوا باقيين. هدول كلهم كنت جايبيتهم للجاكيت، لانه كل مرة بصير معي فيلم، اللي بعرفوني اكيد بعرفوا انه هذا الفيلم متكرر دائما معي، انه بخلص الخيط. فيوم الجاكيت كنت جايبة كل الخيطان اللي بكوتون اليزا، فاعتقد اني انا راح استخدمه. الكمية 400 جرام، السنارة يا رح اعمل فيها 5 يا 5.5، ما بعرف لهلا صراحة ما حددت، بس ما رح يكون اقل من هيك. ان شاء الله اكون افدتكم بجميع الخيوط اللي ممكن تتوفر وموجودين عند الكل. اللي بيلاقي مكرمية الله يهنيه وان شاء الله ينبسط فيها، اللي ما رح يلاقي ونفسه يجربها كتجربة، هدول اكتر شي ممكن يتوفروا بالسوق وممكن تجربوا فيهم. وموفقين يا رب، واستنوني ان شاء الله بالحلقات الجاي، وان شاء الله الشنطة تعجبكم تتهنوا فيها وتهدوها وتكون شنطة قيمة وهدية بتعقد لكل حبايبكم. بحفظ الرحمن، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية.